بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. سوف يكون عنوان هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام أمراض المعدة. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس، حياكم الله. الله يحفظكم ويحفظكم إن شاء الله. محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدعو لكم بالصحة والعافية إن شاء الله في جميع أوقاتكم. بارك الله بكم سماحة الشيخ وحياكم الله. الكثير والكثير والكثير سماحة الشيخ ممن يشتكون من أمراض المعدة، نتعرف على أسباب أمراض المعدة في بداية الحلقة سماحة الشيخ. كما أن هناك معروف عند أهل البيت عليهم السلام، يقولون إن المعدة بيت الداء، نعم، وإن الحمية رأس كل دواء. نعم. فإذا عندما نرجع إلى قضية الأمراض التي ناتجة من المعدة، الأمراض كثيرة لكن نحن نريد أن نعالج نفس المعدة. نعم. شنو السبب اللي المعدة تتمرض تعبيرنا؟ أحد الأسباب عدم مضغ الطعام بشكل جيد. يعني إذا الإنسان ما يبدأ بمضغ الطعام بشكل جيد، يلوجها بالمصطلح العام، مصطلحنا العام، ما يلوج اللقمة بصورة جيدة وصحيحة بسرعة. بعض الناس هيك عندهم عوائد، يعني عندهم هكذا طبيعة، اللي بس خلى اللقمة بحلقة بلحة، يقول لك هي المعدة تعمل عملها، بينما هذا خطأ. هذا عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يسبب المرض. ولهذا أنت تجي إلى الرواية في البحار عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول أن حكمة خلقة الأسنان، الله ليش خلق للإنسان الأسنان؟ الإمام سلام الله عليه قال: والأسنان خلق خلقها الله، خلقه الله تعالى في الفم. شو يسوي بهن؟ قال: آلة للأكل وأداة للمضغ. الله خلق هاي الأسنان شان الأكل وشان يمضغ الإنسان الطعام، وسببا لاشتهاء الطعام. أصلا اشتهاء الإنسان يزيد حينما يبدأ بمضغ الطعام أكثر وأكثر، وإصلاح المعدة. نعم. يعني أنها بواسطة الأسنان الإنسان يصلح المعدة، لأنه يخفف عمل المعدة، لأن الإنسان حينما يطحن الطعام يمضغ الطعام بصورة جيدة المعدة ترتاح في هذا الجانب. لكن إذا الإنسان ما يمضغ الطعام بصورة جيدة، وإذا مثلا قطعة لحم تذهب إلى المعدة، المعدة تضغط على نفسها حتى تهضم هذه القطعة من اللحم، وإلا إذا الإنسان يمضغ الطعام بصورة جيدة. ثانيا، يعني هي مو قضية مجرد بس الإنسان يقطع الطعام، نعم، إنما القضية أن ماء الفم، الماء ماء الريق، هذا الريق الإنسان هو يساعد على الهضم. أنت تعرف أن باليوم تقريبا لتر ونص البدن يولد ماي، وأنت تبتلع ما يريجك وما تدري، لتر ونص، هذا سلامة للمعدة. نعم. بالأخص الإنسان يبدأ يأكل، لابد أن ينخلط مع الطعام شيئا من ريق الإنسان، لأنه هو ينفع الهضم، صحيح، له قوة على هضم الطعام. هاي أولا شيء. فإذا أول شيء اللي يسبب المرض في المعدة عدم مضغ الطعام بصورة جيدة. نعم. هذه هي الأولى. ثانيا، شرب الماء أثناء الأكل. كثير ما موجود عند الناس، يعني قضية عادية صارت كثير، أنه يكون أن الماء موجود على المائدة، ودائما لقمة يأكل ويغمة ماي، لقمة أكل ويغمة ماي، هذا يدمر المعدة، سبحان الله، يبرد المعدة. بالأخص الكبد، الكبد يعني بعد قضية المعدة، المعدة إذا ما انصلحت الكبد هم ما ينصلح.
بالأخص الكبد، كثير من دسومات الكبد أو تشحم الكبد أو دهون الكبد تجي منين؟ من شرب الماء أثناء الأكل. يعني أمراض الكبد منين جاية؟ من شرب الماء أثناء الطعام. نعم. الوقت سماع الشيخ، عفوا المقاطعة، الوقت نعم. يعني بعد الطعام إيش قد أنه تشرب ماء الآن يجي لك أو قبل الطعام؟ إيه. الآن تجي لك القضية. نعم. الآن أنا أسلسل بالبحث حتى نعم. أوصل إلى ذاك السؤال أحسن. وأجيب عليه. نعم. هنا يقول الإمام سلام الله عليه في الرسالة الذهبية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، قال: من أراد، التفتوا أيها المشاهدون الأعزاء، من أراد أن لا تؤذيه معدته، يا هو اللي يريد معدته ما تأذي، فلا يشرب بين الطعام ماء. بين الطعام لا يشرب، هذا قول الإمام الرضا سلام الله عليه، حتى يفرغ يمتى ما انتهى من الطعام. ومن فعل ذلك، إذا واحد قام يشرب ماء بين الطعام، النتيجة شو تصير؟ يقول: من فعل ذلك رطب بدنه. رطوبة البدن تجي، إذا اجت رطوبة البدن شو يصير؟ نوم الإنسان يكثر، ما عرف حافظة الإنسان تقل، أمراض المفاصل تقوم تظهر عنده، حتى البصر ماله يكون ضعيف برطوبة، بكثرة رطوبة البدن هالأمراض هم تجي للإنسان. نعم. الكبد يصير متدسم، يعني الدسم يصير، دهونات تصير عليه، ما أعرف قلب الإنسان يصير انسداد به، تضخم في الدم يصير، وهكذا. هذه الأمراض الناتجة من كثرة رطوبة بدن الإنسان. السبب شنو؟ السبب اللي الإنسان شرب ما بين الطعام، يشرب من الماء، هذا يصير سبب رطوبة البدن. وبعد وضعفت معدته، مو بس الرطوبة ترتفع عند الإنسان، المعدة هم تصير ضعيفة. شنو علامة ضعف المعدة؟ أن المعدة ضعيفة. واحد يقول: بويا أنا معدتي، شنو علامها؟ خلي يعرف المشاهد الكريم، هاي علامة ضعف المعدة وعلامة برودة المعدة. وإذا بردت المعدة تجي له الالتهابات، العفونة، التهابات تجي له، آلام تجي، وتورم، ورم يجي بالمعدة بسبب الرطوبة. شنو العلائم؟ نفخ، هذا يقول أنا دائما نفخ يوجد في معدتي. وبعد القراقر في البطن، قراقر تصير عند الإنسان. نعم. هذه علامة الرطوبة. الأصوات. إيه. نعم. الأصوات كذا، هذه علامة الرطوبة في المعدة، يعني المعدة ضعيفة، لابد أن تحررها. نحن نداوي الحارة بالبارد والبارد بالحار. بالحار. الآن المعدة بردت، المعدة رطبت، ماذا نصنع؟ لابد أن نأتي إلى شيء حار. وأفضل علاج للمعدة إن شاء الله نذكر أفضلها العسل، أن الإنسان ملعقة قبل النوم وملعقة عند الصباح، يعني قبل الريوق. نعم. يجي يأكل ملعقة من العسل. ولذا يقول: ضعفت معدته، الإمام الرضا يقول، ولم تأخذ العروق قوة الطعام، لأن الطعام مو هضم ما جاي لعدل، لأن الماء يمنع من أن الطعام ينضج. ولذا يقول تأخذ ولم تأخذ العروق قوة الطعام، قوة الطعام اللي يكون تأخذ العروق يوصل إلى البدن بواسطة كثرة شرب الماء بين الطعام قلت، يعني أن هذه القوة البدن ما يستقبلها. نعم. هنا الإنسان يتمرض، يجي لأمراض متعددة، فإنه يصير في المعدة فجاً إذا صب الماء على الطعام أو لا أولاً فأولاً. فج يعني شنو هو؟ يعني غير ناضج، الطعام يصير غير ناضج في المعدة والعروق ما تستقبل هذا الطعام. وبعد من الأمور التي تضعف المعدة، الأمور التي تمرض المعدة، ترك شرب الماء بعد الطعام. هذا هنا جواب سؤالك. نعم. اللي تفضلت أنه قد الفاصل الإنسان يخلي فاصل بين الطعام وبين شربه للماء. هنا خلافا للمكاتب الطبية وخلافا حتى لطب ابن سينا. نعم. خلافا حتى طب الأعشاب اللي يرتبط بابن سينا، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على رواية الإمام الصادق سلام الله عليه في الكافي يقول: فقد ورد عن أبي الطيفور، عن أبي الطيفور المتطبب، طبيب يدخل، العفو، مو الإمام الصادق، الإمام الكاظم سلام الله عليه، الرواية من الإمام الكاظم، قال: دخلت على أبي الحسن الماضي، يعني قصد الإمام الكاظم سلام الله عليه. نعم. يقول: شفت الإمام كله طعام وشرب الماء، يعني ما انتفاصل أبدا. يقول: فنهيته عن شرب الماء، قلت له: أبويا يا مولاي سيدي، هذا الماء ضرر. ف
فقال عليه السلام: وما بأس بالماء وهو يدير الطعام. وبعد في المعدة ويسكن الغضب. يعني الشخص اللي غضبان انطي ماء، لأن الغضب علامة الحرارة، ارتفعت عند الإنسان الحرارة. أفضل دواء للإنسان الذي وصل لحالة من الغضب أن تعطيه ماء، بالأخص إذا كان ماء مقدار بارد يسكن الغضب. بعد ويزيد في اللب، هذا الماء اللي بعد الطعام يشرب، ويطفي المرار. المرار يعني الصفراء، حرارة يطفيها بواسطة الماء. تقول شلون يعني؟ يعني بمجرد أن ناكل الطعام رأسا نروح نعاود على شرب الماء؟ شوف، إذا كان الطعام غير دسم فعاود على الماء رأسا، بس تخلص من الطعام اشرب الماء. لكن إذا كان الأكل الطعام دسم لا، كن تأخر ساعة ساعتين. هذه سيرة أهل البيت، سيرة. لكن في سائر المكاتب مثل الطب بن سينا، حتى طبع شاب، يقول حتى لو الأكل ما هو دسم لا تشرب الماء من بعد الطعام. بينما عند أهل البيت يقول إذا ما كان دسما فعاود الماء، اشرب الماء. ولهذا عند الإمام الرضا في الكافي المجلد السادس يقول: لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام، لا بأس. بس يا طعام، الطعام اللي ما يصير دسم، إذا صار دسم فلا، ممنوع. ولذا يقول: ولا تكثر منه على غيره. أما أن تشرب غير وقت كثير تشرب ماء، أهل البيت يمنعون من كثرة شرب الماء. فإذا نحن نشرب الماء بعد الطعام إن لم يكن دسما، أما لكن إذا كان دسم فإذا الإنسان يؤخر شرب الماء. بعد من الأمور التي تضعف المعدة يقول شرب الماء البارد والفقاع في الحمام. هسه الفقاع هذا من الأمور المحرمة عند المسلمين، ما يوجد هذا الشيء. لكن قضية الماء، هسه احنا عندنا عند المسلمين اكو بعض الدول موجودة عند المسلمين عندهم مسابح، وعندهم داخل المسبح مطعم، ما اعرف مشروبات غازية غير مشروبات غازية، مدينة مائية كاملة. إيه مدينة مائية كاملة، هذا جاي يسبح ما ادري جاي ياكل. بينما أهل البيت عليهم الصلاة يمنعون الأكل، يعني الأكل في هكذا مكانات، ويمنعون شرب الماء. لهذا عندما تأتي إلى هذه الرواية عن الإمام الصادق وردت في الوسائل المجلد الأول عن الصادق عليه السلام، قال: وإياك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمام. دير بالك أن تشرب هذا الماء ويصير بالحمام، حتى بعد الحمام رأسا واحد يطلع من الحمام ورأسا يريد يشرب ماء لأنه يحس بحرارة. ليش يحس بحرارة؟ يحس بعطش، لأن أكثر تعريق الإنسان بالحمام. يعني حتى لو أنت تروح إلى المسبح، أكثر تعريق الإنسان هو وسط الماء، قاعد يعرق الإنسان، يعرق بدون أن يحس، بدون أن يحس. نعم. لهذا يقول الدواء البلغم الحمام، لأن البلغم بارد ورطب، إذا تريد تخرج الرطوبة والبرودة من نفسك روح للحمام، الحمام الحار. ولهذا إحنا عندما نيه عن الإمام الصادق: وإياك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمام فإنه يفسد المعدة. هذا اللي يشرب ماء بالحمام بالمسبح، ما أعرف مدينة كاملة مدينة مائية، ويجي يشرب ماء ويأكل وكذا، يضعف معدته وهو لا يشعر بهذه الأمور. ولهذا تجي مثلا دخول الحمام مع الجوع من الأسباب اللي سبب ضعف بالمعدة، يدخل الإنسان بالحمام وهو جائع، وفراغ الجوف من الطعام، وكذا مع الامتلاء والشبع، شبعان توه متغدي مثلا، توه متعشي، رأسا يروح للحمام، هذا يضعف المعدة. بعد جوعان ما هو ماكل شيء، ولو شيء يسير يأكل، لله يخلي المعدة خالية، ولو شيء يسير يأكل يدخل إلى الحمام. لأن ورد في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شيء يطفي به عنك وهج المعدة، يعني حرارة المعدة، وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام. أحسنتم سماع الشيخ. طيب الله أنفاسكم، نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع، بارك الله بكم. خدمتكم. فاصل قصير ونواصل أحباء المشاهدين.
حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وبرنامج طب أهل البيت، عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وعنوان هذه الحلقة أمراض المعدة. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس، حياكم الله شيخنا. الله يبارك إن شاء الله. الله يبارك بكم إن شاء الله. شيخنا ظلتكم أعتقد نقطتين إن شاء الله في سؤالنا. ما هي أسباب أمراض المعدة؟ نعم، ضعف المعدة. نعم، من جملة الأمور التي تضعف المعدة كثرة أكل البيض. نعم، بس بعض العوائل يعني متعودين أن إذا يومية ما يأكل البيض ما يرتاح يعني. صحيح. بينما عند أهل البيت جاء في الرسالة الذهبية للإمام رضا سلام الله عليه قال كثرة أكل البيض وإدمانه، يعني متعود على طول عند هذه الحالة، عنده هذه الحالة، قال يولد الطحال. أولا أمراض ترجع للطحال، وبعد ورياحا في رأس المعدة، صير كأنما يحس بثقل، رياح موجودة، قراقر يحس، برودة موجودة، نوع في رأس المعدة يحس بهكذا آلام أو وجع يجي له، هذا من كثرة أكله للبيض. إذا يريد يرتاح من هذا الألم يكون يقلل من أكل البيض. المورد السابع إذا كثرت رطوبة المعدة. إذا تكثر رطوبة المعدة كما قلنا علامة كثرة رطوبة المعدة قراقير، نفخ في البطن، كثرة حبه للطعام، هذا يدل على أن معدته باردة فيحتاج أن يزيل هذه الرطوبة. فإذا الأخبار نستشعر من عندها أن كثرة الرطوبة في المعدة تسبب أمراض نفخ، قراقير، عدم هضم الطعام بصورة جيدة، يدل على كثرة رطوبة المعدة. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. شيخنا ما هي الأمور التي تزيل رطوبة المعدة وتبعد الأمراض عنها؟ أحسنتم، كما أشرنا أن كثير من الأمراض المعدة ترجع إلى رطوبتها. نعم. ما دام المعدة رطبة يعني المرض موجود، التهاب موجود، ورم موجود، هذه الأمور موجودة بواسطة رطوبة. لكن شنو اللي يزيل هذه الرطوبة يخلي المعدة ترتاح من الرطوبة حتى ترتاح من آلامها؟ شنو هاي الأمور؟ هناك في رواية أهل البيت وارد التعبير بتدبيغ المعدة، يقول أن فلان شيء يدبغ المعدة، لأن التدبيغ يعني إزالة ما يوجد من الرطوبة، أكو رطوبة موجودة اللي بالتدبيغ تروح، أو ما يوجد من النتن في ذاك الجلد، هذا الجلد اللي يودونه يدبغونه شو يسوون به؟ يضربون حتى رطوبته تخرج ويستقوي هذا الجلد، يأخذ قوته. شنو الأمور اللي تدبغ المعدة تخلي أن تزيل الرطوبة والمعدة تكون قوية وصلبة ولا تتراكم عليها الأمراض؟ شنو هذه الأمور؟ أولا أكل الباقلاء بس بقشره. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يؤكدون على أكل الباقلاء لكن بقشره، لهذا عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل الباقلاء بقشره فإنه يدبغ المعدة. تريد تزيل رطوبة المعدة أكل الباجلة بتعبيرنا بكشورها، وليس بعيد أن يكون بقشرة حتى القشر الأصلي. نعم، مو هذا الملتصق بنفس الباجلة، القشر الأخضر الأخضر الأصلي. نعم، حتى هذا هم ليس ببعيد أن يكون هو هم يقوي المعدة. هذا الرواية رواها الكليني في الكافي. نعم، بعد من الأمور التي تسبب تقوية المعدة الزعتر. الله الله بالزعتر إيش قد نافع للمعدة. نعم، لذا روي في المحاسن، روى المحاسن فقد روى البرقي أنه يدبغ المعدة الزعتر. وما أدراك ما الزعتر؟ لأن طبيعته حارة وجافة. نعم، في مقابل البرودة والرطوبة. فإذا نحن نداوي الحارة بالبارد والبارد بالحار بالحار. فإذا الزعتر طبيعته حارة فتأتي فتداوي البرودة والرطوبة. وبعد من الأمور التي بالأخص إذا كان الزعتر مع الملح، الزعتر مع الملح عجيب، هو تقوية للمعدة. شلون نستخدم الزعتر ويا الملح؟ الملح إخواني أعزاء خل أبين مسألة، الملح اللي موجود الآن بالأسواق يقول لك هذا بي كذا من كمية من المواد النافعة للبدن كذا وكذا، هذا كلها أمور يعني يمشونها على الناس، إن هذا فكرة اليهود. الملح الذي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يؤكدون كل الملح يكون طبيعي، وأفضل الملح عند أهل الملح الجريش. الملح الجريش هذا حبة كبار وحبة صغار، شايفها؟ نعم، هي حبة كبار وحبة صغار،
وهو يعبرون عليه بالملح البحر. ملح البحر أفضل ملح اللي الإنسان يستخدمه للطعام يكون ملح البحر، ولا هذا الملح اللي الآن موجود بالأسواق اللي شوفه أنت رخيص تشتري، تتصور هذا الملح والناس ما تخلي أهمية للملح. قال لو يعلمون الناس ما في الملح لما تداووا إلا به. الله، كان ما يتداون إلا بالملح، الملح الأصلي طبعا. أي الملح. الآن أنت تجينا للجماعة يقول لك لا 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 لا، الملح لا تخلي على المائدة، هو السم الأبيض. نعم. خلاف لروايات اللي إن شاء الله يجي نتكلم عن الملح وفوائد الملح عند أهل البيت عليهم السلام. قال لما تداووا إلا به، قال ابدأ بالملح واختم بالملح واختم بالملح، وترى كثير من الأمراض ترفع بهذه الحالة. سبحان. الآن إذا تريد تستخدم تقوي معدتك شوية ملح، الملح يكون أقل، وشوية زعتر وتلهمة قبل لا تبدأ بالطعام. المعدة الضعيفة، المعدة اللي بيها التهابات، أفضل دواء هذه لها. أو عندها مثلا أرياح أكو في المعدة، قراقر موجودة، أفضل دواء زعتر مقدار ومقدار الملح وتلهمها قبل الطعام، هذا يدفع عنك رطوبة المعدة. ثالثا أكل الرمان بشحمه اللي دبغ المعدة واللي بعد عنها الرطوبة، تأكل الرمان بالشحم مال هذا الأبيض. الأبيض، أي الأبيض، مو القشر، الشحم الأبيض. حتى القشر لا، القشر خوب مكانه، لكن الشحم اللي يصير بين الحب الرمان، هذا يقولوا له شحم الرمان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل الرمان بشحمه فإنه يدبغ المعدة ويزيد في الذهن. ما شاء الله، مو بس يدبغ المعدة عند الإنسان، يزيد في الذهن. هاي الأدوية اللي واردة عن مدرسة الوحي، واردة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. والله بالله وتالله لو تبحث جميع المكاتب الطبية لا ترى علاجات كهذه العلاجات التي وردت عن أئمة أهل البيت، لكنهم استصغروها. نعم. لكنهم يريدون أن يبيعون أدويتهم الكيميائية، يمنعون الناس من الرجوع لها كذا أدوية. يقول لك هاي الدواء ما يفيد، لأنه يريد يولد مرض ويريد ينطيك اللي ترجع إلى اليهود تشتري من عندهم الأدوية. ولا أنت تجي إلى المصانع التي تصنع الأدوية، أكبر شركات في العالم شركات يهودية، أن هؤلاء هم الذين يولدون المرض للعالم وهم الذين يبعثون لهم الدواء ويأخذون أموال الناس. هم خذوا صحة الناس وهم خذوا أموال الناس، بينما هذه الأدوية هي التي تعالج الناس. المهم أكل الرمان بشحمه. عن حارث في طب الأئمة وارد هذه الرواية، قال شكوت إلى أبي عبد الله ثقلا أجده في فؤادي، يعني بقلبي، وكثرة التخمة من طعامي. كثرة التخمة يعني متأذي ثقل على معدتي أحس. نعم. فقال تناول هذا الرمان الحلو وكله بشحمه. الرمان يكون يصير حلو مو حامض. نعم. الحامض يزيد الرطوبة، الحلو لا يرفع الرطوبة. نعم. لأن الحموضة كل الحموضات هي طبيعتها باردة، وكل اللي يكون حالي طبيعته حارة، هاي قاعدة كلية. نعم. فإذا هذه الأمور التي تدبغ المعدة. وبعد أكل السفرجل في المحاسن، السفرجل يدبغ المعدة ويشد الفؤاد. ما شاء الله، قوة القلب بواسطة السفرجل. وبعد التفاح، روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين قال كل التفاح فإنه يدبغ المعدة. هذا اللي رواه الكافي المجلد السادس، التفاح. وأقول لكم أيها المشاهدون، إذا تاكل التفاح أكله هو وكشورة، البعض عند طبيعة يقشرها. نعم. خب هذا يقشر التفاح، كثير من منافع التفاح موجود وين؟ في القشر. في القشر موجود، هذا يجي يقشرها منافع. وبعد لدفع السرطان، هذول اللي يقولون عندنا مشكلة السرطان، اكل التفاح بحبه، لا تخلي شيء من التفاح إلا وأكلته. نعم. هذا ما يرجع إلى هذه الأمور. وبعد التفاح، وبعد الغبيرة، الله الله، هذا اللي عند العراقيين يقولوا له تمر العجم. تمر العجم مثل النبوك صاير. هذا يقولوا له الغبيرة في رواية أهل البيت، يقول إنه يسخن الكليتين ويدبغ المعدة، هذا نافع للمعدة. بعد خبز الأرز، روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أطعم المبطون خبز الأرز فما دخل جوف المبطون شيء أنفع منه. خبز الأرز. نعم. اللي نافع هو
للمعدة، أما أنه يدبق المعدة ويسل الداء سلا، هذا الخبز الأرز يسل الداء سلا. وبعد الأمور التي تدبق المعدة الكمثرة الكمثرة هذه الفاكهة الطيبة، حتى روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكمثرة يدبغ المعدة ويقويها، هو والسفر جلسوا، وهو على الشبع أنفع منه على الريق. الآن إحنا عندنا في قضية أكل الفاكهة يعني مرسومة عند العرب هيك، بس خلص من الطعام بدأ بالفاكهة، غلط، كل الفاكهة ما تؤكل بعد الطعام، هذا يجيب سوء هضم للمعدة. لكن الفاكهة عندنا عدة فواكه ممكن الإنسان مستثناء من هذه القاعدة اللي تقدر بين الأكل هم تأكل، واحد من عدة التمر، أحدها الزيتون، وأحدها الرمان، وأحدها اللي من بعد الطعام لها نفع للمعدة الكمثرى. الإنسان يعني بحسب هذه الرواية يقول وهو على الشبع، الإنسان شبعان ويأكلها أنفع منه على الريق. هسه إشارة إلى الشبع، ما أشار إلى قضية أن رأسا من بعد الطعام، يعني يقول ما دام الإنسان شبعان يعني بعد ساعة ساعتين بعد الطعام يجي يأكل الكمثرى. ومن أصابه طخاء يعني الثقل، وإن كان الطخاء هو الظلمة والغيم يقولوا له طخاء، لكن ما هنا المراد الثقل، يعني الثقل يجي على فاده على صدره طخاء، فليأكله يعني على الطعام، فليأكله على الطعام. هنا الإمام سلام الله عليه يشير إلى هذا المعنى. بارك الله بكم، أحسنتم سماع الشيخ. أيضا هناك سؤال يقول ما هو علاج التخمة وما هي الأمور التي تهضم الطعام؟ الآن إحنا عندما نأتي إلى قضية التخمة، أسأل البعض مثل ما تفضلت أن البعض يقول إذا أنا انصبت بالتخمة أشرب بيبسي عليه، أي حتى مثلا يذوب هذا الطعام، مو بس يذوب الطعام، يذوب المعدة فرد دورة، يعني يزيدها رطوبة ويزيدها آلام ويزيدها التهاب ويجي له أمراض مختلفة من هذا البيبسي. نقمة نزل على العالم هذا البيبسي، هذا المشروبات الغازية نقمة نزلت على العالم، لكن الناس لم يلتفتوا إلى القضية. كثرة أمراض جاءت لنا ولم تكن في السابق كلها ناتجة من هذا الطعام، ولهذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقول إذا صارت لك تخمة ماذا تصنع؟ قال الرمان الحلو، تأكل رمان. ولذا في كتاب طب الأئمة يقول شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام ثقلا أجده في فؤادي وكثرة التخمة من طعامي، قال تناول هذا الرمان الحلو. وبعد عندك ماء السماء، إذا السماء مطرت مطر 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 هو يهضم الطعام، ماشي. هذا ماء المطر الإنسان وفيه منافع حتى الأمراض، يعني إن شاء الله نتكلم من الجملة الأدوية العامة للعلاج هو ماء السماء، ماشي. بترتيب خاص بأدعية خاصة، وهو يرفع كثير من الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا في المستدرك أن من شربه لا يتخم إذا أكل وشرب، اللي يشرب ماء أصلاً تخمة ما تجي له، ما شاء الله، أبداً. وبعد تمر البرني، تمر البرني هاي بمنطقة السعودية تلقى هناك بالمدينة تلقى هذا التمر، ما يوجد غير مكان، وله منافع كثيرة في الخصال. ورد عن أئمة أهل البيت أنه يطيب المعدة ويهضم الطعام، ما شاء الله، يطيب المعدة ويهضم الطعام. بعد لب الفجل، هذا لب الفجل اللي معروف عندنا بالخضروات اللي موجودة ناكل منه. روى البرقي بسندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفجل أصله يقطع البلغم، يعني الرطوبة والبرودة، هذا عند الصيب آلام مفاصلة من شدة البرودة، يعني بمجرد أن تصاب المفصل يصاب ببرودة هذا يجي له الألم، يدل على أن المرض ماله بارد. شنو اللي قطعه؟ يقول هو الفجل، الفجل أصله يقطع البلغم ولبه يهضم وورقه يحدر البول تحديرا. بعد الاستلقاء بعد الطعام، وبعد عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال إذا أكلت فاستلقي على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى، هذا هم يهضم. وبعد الخس والهاضوم، وهذه الأمور التي تهضم الطعام الإنسان إذا يبتلي بالتخمة. أحسنتم سماحة الشيخ، أنا عندي أسئلة باقية لكن للأسف الوقت داهمنا، إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله راح نتطرق أكثر إلى أمراض المعدة إن شاء الله والأمراض الأخرى. سماحة الشيخ أحمد دريس، شكرا لكم، الله يحفظكم وأيدكم، أسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق في جميع أموركم إن شاء الله. بارك الله بكم، أحسنتم سماحة الشيخ. نعم أحبائي المشاهدين، للتذكير
أي سؤالات أو أي آراء أو أي استفسارات عن البرنامج تزورون إن شاء الله صفحتنا على الفيسبوك الرادود والإعلامي حسين الأميري الرادود والإعلامي حسين الأميري إن شاء الله. بارك الله بكم وشكرا للمتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج طب أهل البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.